خلي انترفيو شو المصنع؟ ها؟ يلا خد انترفيو تيك 1. حيا الله العميد حمد، ونشكر لك قبول الدعوة، وشرفتنا وتكبدت عنا السفر، فالله يعطيك العافية. كل هذا لأجل الدكتور أو البروفيسور أحمد الهلالي. حابين تتكلم لنا عن أول لقاء مع البروفيسور أحمد الهلالي؟ أول شيء الله يحييكم ويبقيكم ويسعدني تواجدي معكم في محافظة الطائف. طبعاً الدكتور البروفيسور أحمد الهلالي الله يعطيه العافية، في عام 1416 كنا في الأمن الشامل في محافظة جدة، فكان من ضمن الأفراد المميزين في الفرقة. هذه بداية معرفتي به أو تقابل معه، أنا كنت كرئيس له. وش كان أول انطباع لك في المقابلة؟ طبعاً نحن كجهة أمنية وكرجال أمن، تقييمنا لرجال الأمن في القيافة، نسميها القيافة العسكرية، المظهر، الانضباطية في الحضور، الانضباطية في الإسراف، كانت هذه المعايير اللي تعطيك انطباع عن الرجل بعملية مستوى. فأحمد كان من المميزين. دكتور أحمد، أنا أعذرني على اللفظ أني أقول أحمد، ولكن في وقتها كان عندي العسكري أحمد، كان من أفضل الأفراد المميزين في عملية الحضور والإسراف والقيافة. فأنت الدكتور دعم سخي جدا، حاب نعرف ليش أنت دعمت؟ هل هو حب في الأكاديمية، ولا هو ترى أنه راح يكون المستقبل باهر؟ حدثني. حقيقة دعمي الدكتور أحمد كان في البداية أنه أثناء متابعتي له كرئيس له في الميدان مع مجموعة أفراد، ما هو الواحد، أنا عندي 4 فرق في الميدان، فدائما المميز عندي أنه عملية انضباطه في دوامة، عملية أداء المهام عمله بشكل صحيح، حفاظه على قيافته، تعامله مع احنا نتعامل مع الجمهور الخارجي، العملاء عملاء داخلي وعملاء خارجي، فكان من الافراد المميزين، وكانت انتاجيته في الميدان في عمليه متابعته كانت مميزه. من هنا بدا لفت انتباهي انه من الافراد المميزين، فهذا اللي كان انطباعي عنه الاول. فتفاجأت في يوم من الايام ان الرجل جايني انه يبقى واصل الدراسة الجامعية ويرغب إنهاء الوظيفة. طبعاً في المجال العسكري طبعاً صعب إن الإنسان إن يكون مفرغ للدراسة، خلاف الأنظمة عندنا في وزارة الداخلية والأمن العام إنه الدراسة لابد موافقة من المرجع، كان لها مبررات، كانت في ذلك الوقت فيها صعوبة في الحصول عليها. هذه بداية النقطة الأولى لعملية دعم للدكتور أحمد ومميزته، إنه ما في الأنظمة ما تسمح بأنه إلا عن طريق قنوات رسمية، وهو كان مستعجل في قراره أنه أنهي عشان أتجه اتجاه ثاني اللي هو أكاديمي. من هنا بدأت أنظر للموضوع بمنظار آخر. طيب الجامعة كيف كانت الموازنة ما بين العمل والجامعة، ما بين الدوام بالليل بالنهار؟ طبعاً العمل زي ما قلت لك ما كان يسمح لأي إنسان يوصل، لأن كانت فترتنا على مدار 24 ساعة مقسمة الفترة إلى 6 ساعات، الصباح، الظهر، العصر، المغرب، الليل، آخر الليل، فيها صعوبة. طبعاً كان في الميدان، فرغبة مني في أني أدعم الرجل هذا، والدعم هذا ما جاء من فراغ، جاء من تميز الفرد عندي. طبعا سابقا كنا الاجراءات الكتابيه والتحضير كانت يدويه، فنقلته من الميدان وحطيته في الاداره عندي، كان مسؤوليته تحضير البيانات الافراد، تحضيرهم، اعدادها. والحقيقه يمكن الدكتور احمد من الناس المميزين في الكتابه، في الخط، عنده ما شاء الله موهبه الخط، كان يعد الكشوفات بدون اخطاء، لانه لما يعد الكشف لانها كانت بالكوبون اكثر من كشف، لما يصير خطا تعيد من جديد. هنا نقلته، وكان دوم يعني مهيئ انه حضر في اي وقت كان بالنسبه للجامعه. معلش نوقف حضرتك بس عند نرجع عند الحته بتاعت انه الدكتور كان خطه جميل، لانه كان بيكتب بهذا الكوبونات او اللي هي الكربون دي. تفضل اعطني اشاره لما تبغى نبدا. يلا تفضل. فكان الدكتور احمد كتابته للبيانات
خطه جميل وكانت مكلفة انه تكون عدة نسخ، نسخ للإدارة، نسخ للمكتب، نسخ تروح للإدارة العليا بالتحضير، كان خطه جميل جدا. هنا حطيته في المجال هذا وقلت له سجل في الجامعة ولا تترك عملك، لان هذه لقمة رزقك انت واهلك وذي، وان شاء الله انك تخلص الجامعة. هنا اقتنع والعمل كان مريح، علما بانه لما يصادفوا شيء كنت مثلا ظروف خارجه في تناسب توقيته مع زملاء، ما هو لوحده، في مجموعه اعلى منه بس يمكن هو يكون احدث رتبه، ودائما في الاداره ما ينتقى الا الافراد اللي رتبهم عاليه وعندهم خبره، ولكن لظروف احمد التعليميه ورغبه مني في اني اوقف معه بحكم اني انا اكاديمي، انا خرج من الجامعه واعرف ايش معنى اكاديمي. وكانت الدوله عز الله في ظل حكومتنا الرشيده تسعى الى الاهتمام بتثقيف رجل الامن الميداني بحيث يتعامل باسلوب مميز ورضى الامن الجميع على رجل الامن بشكل عام. العسكريه انضباط والتزام، كيف كان الدكتور؟ طبعا زي ما قلت لك ذكرت في حديثي سابقا، الدكتور احمد دائما انطباعك الاول عن الشخص عن الهيئه، كان من الناس الحريصين على ضيافته. ثاني شيء حضوره المبكر قبل موعد العمل بساعة بنص ساعة يدل على، لأنه قبل في إجراءات قبل العمل، هذه تدل. ثاني شيء لما تجي نهاية الوردية، نسميها عندنا ورديات في النظام العسكري، أنه لما يجي نهاية التسليم بربع ساعة ثلث ساعة، طبعا كل رجل أمن مسؤول عن مربع أمني، تجد أنه بعض الأفراد أنه يتقرب من مقر القيادة، لأنه كان مستلم سيارة رسمية وآلية رسمية على أساس أنه وقفها في مقر العمل، فيكون يتقرب يترك مربع عمله مهمة عمله ويتقرب على أساس أنه لما يجي وقت الانصراف فيكون قريب يوقف سيارة. والمسألة ثلاثة، أحمد تنصرف الفرقة وهو ما زال في مربع، ولما يجي المربع الانصراف هو آخر يمكن واحد يوصل، لأنه فهذه من المعايير اللي كانت. فأحمد مثال للانضباطية. أول يوم جاء الدكتور كذا بلغك أنه بيطلع من العسكرية، حكنا عن الموقف. حقيقة جاني أنا في المكتب، وطبعاً لما جاني يقول أنا أبغى أطلع من العسكرية، طبعاً أنا بحكم معرفتي بأنه صعوبة الرجل الأمن أن يجد صعوبة الإنسان وصعوبة الحياة، ورجل أنه بيطلع أنا ما أدري شظروفه وقتها، لكن أكيد كل إنسان وراه أسرة، فكنت رافض الفكرة تماماً. وسألته، لأن أحيانا تجيك الأسباب متعددة، الأشخاص يكون أسبابه متعددة للطلوع العسكري. طبعا لما يجيك فرد منضبط، يجيك عسكري قمة في الأداء، أنت حريص على أنه يبقى معك، لأن هذا من أدوات النجاح عندك كقيادة. كنت حريص أنه أترفض كامل، كنت أبغى أعرف إيش السبب. لما أبدالي أنه سبب يترك الوظيفة عشان يوفر نفسه إلى الأكاديمية لأنه يلتحق بالجامعة وأنه يدرس، قلت له لا، هذا ما حيكون عائق امامك، العمل ما حيكون عائق، وانا ما زلت رئيس لك ان شاء الله ما يكون حرام. هنا كانت بالنسبه لي عدم قبول تام للموقف ذا. يمكن الدكتور احمد الله يذكره بالخير كان ذاكرته احسن من ذاكرتي، لانه اصغر مني يمكن، لكن هو يعرف الكلام ذا ورده الفعل اللي كانت عندي وقتها. علما بين الوقت هذا مضى يمكن عليه 23 سنه او 24 سنه من الموقف هذا، في عام 16 او نهايه ال 15 بدايه ال 16 عمره يعني. طيب هو خلص الجامعة واستلم الوثيقة وجاء عندك ليقدم استقالة عشان يطلع حقا عنه. نعم، بعد كذا كانت أموره تمام، وأنا طبعا أنا كيف أمورك تمام يعني، وكان حقيقة لما خلص الجامعة قدم على أساس أنه يحصل على قبول في الضباط الجامعيين، كانت الدولة الله عزها للضباط الجامعيين، فكانت العائق الوحيد لأنه شهادتك أنت حصلت عليها بس ما كان في موافقة من مقام المرجع، فأعتقد أنه ما حالفها الحظ في عملية القبول، فجاني قال أقدم استقالة. طبعا هو فكرة سابقا رجل بيطور نفسه، الفكر موجود لديه أنه أنا هذا الوظيفة هي محطة، لكن محطتي وأرى نفسي في مكان آخر. فالرجل لما جاني خلاص عنده السلاح، سابقا ما كان عنده سلاح، عنده تخرج وعاد ما تدري ايش المصير في الحياه، هل ينجح في الجامعه، هل يتوفق، هل يتعثر، هل الظروف تساعده او ما تساعده. ولكن عندما جاني انه انا حصلت على الجامعه وابغى اطلع، ذاك الوقت كان عندي رده فعل ايجابيه انه انا اقول له ايوه اطلع. ليه؟ لانك
هتجد فرص احسن من الفرص اللي في المكان اللي انت فيه الان. طيب كيف شفت خروج من عسكريه لمدنيه؟ كيف كان الوضع في المجال ده؟ طبعا الخروج من المدنيه الى العسكريه فيها صعوبه، لان الانسان تعود على نمط معين في حياته. طبعا احمد، دكتور احمد الله يعطيه العافيه، لانه كل ما كان عقلك اعلى كل ما كان عندك تكيف اسرع. فهو لما كان معانا في العسكريه تحس انه مختلف، لا في فكره. معلش حوقف حضرتك، احنا الانتقال من العسكريه للمدنيه وليس من المدنيه للعسكريه، بس عشان حضرتك ذكرتها غلط. لا هي كويس، انا فاهم عليك، بس هو الاستاذ العميد بيتكلم في مرحله وهو بالعسكريه ولما طلع، فانا عشان يكون مكتمل المحور صح. اي صح، هو خرج من العسكريه للمدنيه. مظبوط الاستاذ العميد، انا من المدنيه للعسكريه. حلو، ممتاز. نعيدها يعني. ها ايه عبد الله، ارجع شوي كرسيك بس. شكرا. بس السؤال ولا اجاوب؟ كيف كان خروج الدكتور من العسكريه للمدنيه؟ طبعا خروج الدكتور احمد من العسكريه الى المدنيه طبعا يحتاج الى 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 جهد مضاعف، لانه العسكريه كانت بيئه عايشها ومتعايش معها، والمدنيه تحتاج الى جهود اكبر والى عمليه، لانه حينخرط في المجال المدني يحتاج الى انه يثقف نفسه. الدكتور احمد ما شاء الله عليه عنده الطموح، عنده الامل، فانا كنت في داخلي اراهن على انه حينجح في حياته المدنيه اللي هو اختارها، وكان توجهه اغلب شيء اكاديميا او علميا او تعليميا. فكانت المرحله الاولى من حياته العسكريه محطه لعبور الى محطه اعلى، وهذا الطموح اللي نتمنى ان كل انسان يكون لديه هذا الطموح. الله يعطيك العافية. وخرج من العسكرية وانقطعت العلاقات أو التواصل ما بينك وبينه، فكيف رجعت العلاقة من جديد وكيف وصلته؟ وإيش الأسباب اللي وصلتك له؟ طبعا تقريبا خروج الدكتور أحمد الله يعطيه العافية تقريبا على ما أظن ما خانت الذاكرة في عام 21. احنا نتكلم الان عن 45. هنعيد تاني معلش عشان صوت البوري اللي عدده دخل معنا في الصوت. طيب هنعيد معلش الجزئيه دي بس. الجزئيه من بدايه. طيب من بدايه. طبعا الدكتور احمد الله يعطيه العافيه انقطع او قدم استقالته في عام 21. طبعا بحكم عملي. نعيد ولا كيف؟ هنعيد معلش. ما عادي ترى مرتين، لا نذكر اكشن. الله يحفظك. تبغى خذوا راحتكم، انا معاكم ليل وتبغى الصبح. الله يحفظك. الله يحفظك. لاجل عيون الدكتور احمد. الله يكرمك يا دكتور. طبعا انت اعطوني اشاره بس عشان استرسل انا الحديث. يلا تفضل. طبعا الدكتور احمد اذا ما خانتني الذاكره عام 21 قدم استقالته. بعد الاستقاله طبعا تعرف ظروف عملي والعسكري هو اتجاه ثاني، فانقطعت العلاقه. بحكم العمل والالتزامات فمضينا فترة طويلة. فجأة أنا في مع مجموعة زملاء من القيادات في على تواصل دائما، اللي هم يذكرون فيه المكافح، الرجل هذا المكافح. فجأة أنا جاني خبر أنه الرجل صار معيد في جامعة أو محاضر في جامعة الطائف، فحرصت على أني أحصل على رقمه. تذكر أيامنا كان الواحد منشغل في حياته الأسرية وحياته العملية، وفهمتني وأنا في المنطقة وهو في منطقة. لما عرفت والله الذي لا يمكن، وأنا بين أبنائي إني كنت أشيد بهذا القدوة أمام أولادي، صرت أكرر قصته 1 2 3 بهذا القدوة. فتواصلت معه بالتلفون، باركته وهنيته، والله كأن الشهادة أو المنصب اللي هو فيه لي أنا، لأنه كنت حاط اعتقاد إنه هذا الإنسان حيكون له شان، وفعلا طلع له شان. كان النجاح الدكتور أحمد أنا أعتبره نجاح لي، فهمتني؟ لأنه من الناس اللي كان قدوة للآخرين. كنت أتمنى، كنت أضرب به مثل لأولادي إنهم يحذوا حذو، إن الطموح لا يتوقف في مرحلة معينة من العمر أو من الزمن. مريت برتب عسكرية وبفراد وضباط ومدنيين، إيش كان الفارق في الدكتور أحمد يعني ما بين الشخصيات هذه؟ طبعاً المجال العسكري تتعامل مع عدة
عقليات، عدة مفاهيم. طبعا دكتور احمد نموذج حي واقع ملموس، ما اقول لك ما فيه، فيه، ولكن احيانا سبحان الله ظروف او القائد يساعدك. يعني انا الان بحكم تجربتي العسكريه في قيادات الى الان بصمتهم ما زالت فيني الى الامام، في توجيه في عمل، في توجيه في دوره، في توجيه في موقف معين. دائما انت الانسان تتذكر من القاده او من الناس المميزين جانبين، يا جانب سلبي هو اللي يبقى في ذاكرتك او جانب ايجابي. فهمتني؟ الجانب السلبي مع الايام يروح، ولكن الجانب الايجابي يبقى. فدكتور احمد اللي كان يعني معطيني انه مميز عن الرجال الامن الاخرين، اسلوبه رقيه في التعامل، قوه انتاجه للامل يعني بقول بدون اخطاء. يعني لو قلت لك مبالغه شهادتك دكتور احمد مجروحه، بحكم انه كان من احد الافراد اللي يعمل تحت ادارتي، شهادتي مجروحه، يعني ما في خطا قد جاني في العمل. يعني نجاح ما يجيني الا بشيء مكتمل الاركان في ادائه، فهذا اللي كان مميز عنه، وهذا اللي خلاني دائما اتفائل بالرجل هذا انه ان شاء الله حيوصل. فيها فتره من الفترات كنت الافراد المتمردين او نقول الافراد اللي يتغيبون كثير كنت تعاقبهم 24 72 48، فكان الدكتور يجي يتوسط لهم عنده. طبعا الدكتور احمد كان رتبته تقريبا ايامها عريف او دي اول في ايامها، كان هو مسؤول عن زي ما قلت لك الجانب الاداري، اعداد الكشوفات. فاحيانا يكون عندنا طبيعه العمل وطبيعه الميدان بيصير واحد يتاخر عن العمل، واحد يغيب، فانا كقائد لهم لازم عندنا مبدا الثواب والعقاب حاصل. فاعطيه قبل ما اطلع الميدان، لانه يكتب يعد الاجراءات وانا اطلع الميدان، وفي نهايه العمل اجي على اساس اعتمد الاوراق. فاحيانا اوجهه اقول له فلان ادمي سوي له مذكره توقيف للتوقيف مثلا 24 ساعه على الخطا او غياب او طبعا هو يتقبل الامر ما يناقشني، ويعد المذكره لانها تروح الى جهه اخرى انه هذا موقوف ملاحظه كذا من قبلي انا كرئيس له. فلما اجي احيانا اجي اثناء العمل لمتابعه العمل الاداري يجيني بالورقه ويجيني بالامر جاهز، ولكن كان يشفع يقول ابو مانع اعطيه فرصه ان شاء الله انا اخر وانا بتكلم معاه، بحكم انه قريب مني في العمل الاداري. فاحيانا اقول له تصرف خلاص ما دام كذا خذ عليه تعهد وعدم تكرار. فكان الجانب الانساني في داخله حي. فهذه من الاشياء اللي برضه تحسسك ان الانسان قلبه على زملائه، مو خلاص انه قريب من القياده انا والطوفان من بعدي، لا، وكان قلبه على زملائه. فهذه نقطه، حتى زملائه كانوا احيانا يتشفعون به انه تكفى، كلمنا الضابط على اساس تكفى، فكان له لانه اخذ قيمته من انضباط احد. ودنا تقيم الدكتور كفرد، كمعلم، كمحاضر، كدكتور، كبروفيسور. والله شوف التقييم الدكتور احمد قيمه اثناء، بس حنبدا السؤال ده من الاول تاني. طيب بس عشان الشباب اللي صوتهم عالي. شباب ولا ستات؟ لا شباب. اسمع يبغى لك تسرحها بكوميديه شويه يعني. لا لازم يدو الوقت تطلع ولا لا؟ لا احتاج انك تعطينا تقييم للدكتور من فرد لمعلم لدكتور محاضر بروفيسور. طبعا الدكتور احمد الله يعطيه العافيه، طبعا سابقا كان ما شاء الله الستايل حقه شنب، والان لا اخذ الجانب المدني بسر تيكيت. فحقيقه بالجانب العسكري انا اقدر اقيمه واقول لك والله شوف هذا يمكن 25 سنه واسال عن هذه الكلمه امام الله، انه كان من ضمن المثالين. ابني مانع هو موجود الان معي، اقسم بالله هو واخوانه اضرب لهم به مثل، ولما نزل عنه بروشور العريف البروفيسور او الجينبرغ نعطيهم ارسله على جوالاتهم وشوف هذا الرجل اللي كنت اتكلم عنه. فحقيقه قمه اداء، خلقا، قلبه على زملائه خلفه اللي في الميدان، يعني ما خلاص انا بعيان قريب من القياده، هذا من ناحيه. طبعا اكاديميا يا اخي لو انا بقيمه اكاديميا انا ما اقدر اقيمه الان، لانه الاستاذ تفوق
طالب تفوق على الاستاذ. انا بروفيسور الدكتور احمد، انا اجي اقيم الدكتور احمد لما اوصل البروفيسوره صعبه، حتى الدكتور البروفيسور احمد بيزعل مني، تقول جاي تقيمني وانا بروفيسور، قيمني وانا كنت عندك وقتها، اما الان ما لي كلمه عليه تقييم. لكن لو ما هو مثال وقوه ما وصل الى بروفيسور، والله يوفقه، وشهادتي فيه مجروحه، لكن يمين الله ان التجربه الحيه اللي اضرب بها مثل لاولادي ويحذو حذوهم، ان شاء الله انهم يحذون حذوه ويكون في المسار. كمل 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 كمل، خلاص انتهيت. خلاص وش الفرق او كان نوع بس كده عندي السؤال، معلش هاخد كات 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 اساس كات انت ستيل اساس ولا طفيت؟ طفيت. طيب طفي قبل كات، اعمل كات اساس، يلا خليك زي ما انت، اعمل رول اعمل رول ساو سبيد بي رول تيك 3 3 2 اكشن. لو بنتكلم عن البروفيسور احمد عفوا كمان 3 2 اكشن. لو بتكلم لكم عن البروفيسور احمد حنحتاج الى كثير. كمان مره معلش، ممكن الدكتور احمد مش لازم البروفيسور، الدكتور البروفيسور لازم تطلع بس الريدي ناشف. يلا معلش 3 2 اكشن. لو بتكلم لكم عن البروفيسور احمر كم مرة حلو. انا عرفت ان هذه تدخل جوه الكواليس حلوه جدا. يلا كم مرة 3 2 1 اكشن. لو بتكلم لكم عن البروفيسور احمد هقول لكم كثير. كات. شو بروسس؟ اروح كات كم مرة؟ لو نتكلم عن الدكتور البروفيسور أحمد حقول لكم كثير. كم مرة؟ 3 2 1 اكشن. لو نتكلم عن البروفيسور أحمد حنقول لكم كثير. كيف تمام ولا نعيد؟ حلو حلو حلو، بس انا عايزك تروح على لانه انا مكمل المشي كلها بحيث اروح اعيدها من جديد. يلا 3 2 1 اكشن. لو نتكلم عن البروفيسور احمد بقول لكم كثير. كي برو؟ ماشي تفضل كده. سلام سبي واني جاهز يا استاذ؟ رولين. معلش هناك بس عند وش الروح؟ اوكي يلا تفضل. تفضل. الصوت معك تمام؟ احنا لو نبغى نتكلم عن البروفيسور يلا كمان مرة معلش. يلا استاذ جاهزين؟ عشان احنا ناخذ صوت يا استاذ. يلا بسم الله سيت 3 2 اند اكشن. لأننا نبغى نتكلم عن الدكتور أو البروفيسور أحمد نحتاج إلى الكثير نتكلم عن البروفيسور أحمد. كم مرة معلش كم مرة؟ قول هنا وأنت واقف، قول هنا وأنت واقف على هيك خلاص. طيب إحنا بنتكلم عن البروفيسور أحمد مو كثير بس خلاص، وتروح على خليك من الكاميرا أنت، قول قول الكلمة للكاميرا وبعدين خذوها على الكرسي وروح اقعد اجلس. 3 2 1 اكشن. أنا لو نتكلم عن البروفيسور أحمد نحتاج إلى الكثير. هنأخذها كمان مرة بس للكاميرا معلش. طيب ونظرتك مش للكاميرا من هنا، نظرتك للشاطئ. خلاص هنقول كذا عذرا إلى أن نتكلم. كمان مرة. ماشي. 3 نارو كلنا كي جو. 3 هنقولها برضو عشان السكتة. لو بنتكلم عن البروفيسور احمد بنقول كثير. تفضل امشي 3 2 1 اكشن. لو بنتكلم عن الدكتور احمد بنحتاج الى الكثير. One more اخر مره معلش عيوني لك بس لو تبغاني الى الصبح الله يحفظك.
لا تجيب عيون ابو محمد. الله يحفظك الله يحفظك. يلا لو بنتكلم عن البروفيسور احمد بنقول كثير وبس. 3 2 اكشن. لو نتكلم عن البروفيسور احمد نحتاج الى الكثير. لا التعدد ما ينصح به في الوقت الحالي على على الكاميرات والفلاشات صح، لكن تحت الهواء تقدر تاخذ المعلومه. خليها اكثر عشان ناخذ اي خلي الكلام انا بتحدث عن سيره الدكتور احمد. انتم ما تحتاجون الصوت، ما نحتاج الصوت بس محتاجين الاكشنات لحركه الجسم. مضبوط ممتاز. طبعا الكلام اللي نتكلمه الان هو حقيقه، حتى لو احنا ما بنحتاج الصوت في التسجيل، لكن دكتور احمد في حقيقه في اثناء تجربتي او اثناء قيادتي له والله العظيم انه كان من قمه الافراد في الاداء، علما بان رتبته يمكن اضعف فيه رتب رقيب ورقيب اول ورئيس رقبه يعني، لكن كان دقيق في ادائه وكان تعامل مع زملائه بشكل سبحان الله يفرق. حتى لما يدخل على المسؤول يدخل على، حتى لو انا ماني منتبه له في من شغل في اوراق او شيء، ما يفقد العسكريه اللي هو عمليه التحيه، عمليه السلام عليكم، ثبوته، وقوفه امامي لين حتى اسمح له بالجلوس او فاقول لك ما تفقد كل المعايير. سبحان الله رجل الله الذي لا دار. وشوف سبحان الله يمكن انا كنت سبب في تهيئه الظروف له، ولكن الله سبحانه وتعالى يستحق الثقه. في شيء في اكيد في شيء داخل احمد الوالدين، انا ما زلت اقولها، الانسان لما يكون رضي الله رضي الوالدين صدقني حينجح، صدقني سخر له اولاد الحلال. احنا بدعائنا الان نقول اللهم سخر لي اولاد الحلال، فهمتني؟ وحمد الله كل اولاد الحرام على الحرام على اساس تسهيل الامور الحياه. هذه من المسببات او من الشيء سبحان الله تعطي الانسان قوه ودفء وتسهيل وتسخير للاهتمامات في حياته. حقيقة ظهر وفقه أبو محمد، لكن ما نقدر نوصل مواصيل أبو محمد. أبو محمد ما شاء الله عنده ثلاث، فهمتني؟ وحنا طال عمرك نحارب على طال عمرك لما نجيب السيرة في الزواج، لما نجيب الزواج نحارب، وحنا نمزح أحيانا، ولكن على قولتهم يقول لك المزح قد ينقلب إلى جد. دائما يكون هناك فيه ضوابط وضوابط لازم الواحد يكون ذكي على اساس ما يكون عنده مشاكل لا قدر الله في من تحت الحزام. طيب بس ارجع حضرتك في حته صغيره، واحنا بنسجل كان غطرتك هنا مسدوله من الناحيه، ايه؟ بس رجعها الناحيه دي شويه. كويس ماشي. ايوه يعني على اساس انه كان من الحوار. اي كان جزء من ونكمل كمان دقيقه معلش. فزي ما قلت لك ابو محمد الله يعطيه العافيه ما حنقدر نوصل وصل له لا بالجهد ولا بالمثابرة، وصدقني لو غير أحمد على ظروفه وعلى حياته الأسرية وعلى المشاكل اللي صارت له في حياته، تعرض لعدة معوقات سواء في جانب العمل العسكري، معوقات في جانب الأكاديمي، أكيد ما ينسى. ولما كان معلم وراح للتعليم وكان أكيد المنافسين طبعا، وأكيد يكون له هناك أعداء. أحيانا ناجح هو اللي يحارب، اما الفاشل فدائما ما حد يقول عليه. لازم تفهم شيء، ترى ابوه منعه من العسكريه منعه سبحان، لكن عمه علي اكبر من ابوه يعني ارغم على العسكريه. طبعا احيانا في عندنا مثل يقول ايش لحدك على المر؟ لا الامر من فاحمد ظروف الاسريه انه مثلا متحمل اسره ابوه وامه ما في العسكرية هي طريق السريع إلى الاستقرار الوظيفي، الاستقرار الوظيفي ما ليش؟ مشكلة تأخذها في الحياة، فهناك
الطموح للرجل عندما يكون بالشكل ده أكيد من وجه أخواتنا المعطبات هذه بيسهل فأي إنسان تدخل الله يكون قوة حمد لكن أنا أحب أشوف ما شاء الله عليه أنا أقول لكم جمل لا أكيد أكيد أنه تحمل الحب ده ما جاء من فراغ طيب كافي بالنسبة لي ناخذ كات بس آخر من هاي الفرق اللي أنا آخر أعطي نصر وينه خالد؟ كده أوكي يا أستاذ؟ ممتاز هل مستوى البش؟ أيوه حسسها عشان أخف الجو يلا 3 2 مارك لما قرأت الصحف استنى يرجع يلا تفضل لما قرأت الصحف وجدت اسم الدكتور كيف كانت شعوره؟ كيف كانت ردة فعلك؟ حدثنا عنه. والله يا عبد الله لما قرأت وجدت ان الدكتور احمد حصل على دكتوراه في جامعة الطائف حقيقة ما تصدق الشعور اللي اختلجني في بالسعادة وصلت لداخلي هذا الانسان اللي كان امس رجل عادي جدا ورجل امن في مرتبة صغيرة صار يعتلي على المراتب في الجامعة حقيقة شعور لا يوصف كنت أضربه مثل لأولادي وأقول له أبنائي شوف الكفاح والأمل والطموح لا يتوقف عند الإنسان اللي يفكر إنه في التجديد في الأمل البعيد حقيقة شعور لا يوصف فرحة اللي درست إني لازم أتواصل معاه ولازم أكلمه ولازم أبارك له وأقول له برافو عليك أنت مثال والله قدوة اقتدى بها لأولادي قبل ما يكون الناس الآخرين البعيد طيب حابين تقيم الدكتور أو البروفيسور أحمد الهلالي يعني بحكم أنه أول وظيفة كنت أنت مديرها أول مرحلة عملية في حياته كنت أنت طبعا زي ما ذكرت لك سابقا الدكتور أحمد الله يعطيه العافية لما كان فرد طبعا المقارنة الآن أنا أعطيك جانبين جانب في الشخصية وفي جانب في العملية عمليا في لما كان في مجال رجال الأمن كان قمة الانضباط كان الدكتور أحمد بشنب وكان هيبة وكان قمة في الأداء في الأريح أما الجانب الأكاديمي فالآن الرجل ما شاء الله عليه يعني هو بروفيسور أنا أقيم الدكتور أحمد يزعل علي ولكن والجانب اللي ما شاء الله الصبغة المدنية في سار ما شاء الله شوف الآن اللي يشوفه يقول طال عمرك شباب ما شاء الله عليه وهو إن شاء الله شباب بس الفكر فما أقدر أقيمه هو في بروفيسور أقيمه هو لما كان عند صعب ما بين الأمس واليوم اليوم ما شاء الله طالب تفوق على أستاذه فما أقدر أقيمه ودكتور أحمد بكرة يزعل علي يقول تغشار تقيمني وأنا بروفيسور فتقييم شهادتي في مجروح حقيقة وأفتخر كأن في رجل من الرجال عملت معه وأشارك في توثيق سيرته في هذا الوقت بعد 25 سنة من البعد ولكن صار في تواصل بعد ما حصل على حقيقة دكتور أحمد قدوة وما زلت أقولها قدوة للجميع الله يوفقه ويسعده في حياته طيب الدكتور أحمد متزوج ثلاث حري إيش تنصح عن التعدد؟ والله الدكتور أحمد عنده آخر اتصال بينه وبينه يقول لي جيب الأهل على أساس عندي عشان يصبغونهم جو له قلت له أنت ما تسبب لنا مشاكل طبعا أنا حقيقة أهنيه طبعا أنا إحنا تعرف أحيانا حوالينا قيود ويرسل معنا مناديب لنقل الأخبار وصعب نتكلم خلها تحت الهواء أعطيك رأي لكن على الهواء صعب ما حد يقدر يسوي زي البروفيسور هو وصل البروفيسور يعني خلاص ما عاد عندها شيء لكن إحنا ما زلنا إحنا يا دوب على قولتهم واحدة وتحت الهواء بتسمعوا كلام آخر أنا بس حسن خليك مرتاح حذكر موقف أنا ما عارف حضرتك عندك خبر فيه ولا لا دكتور أحمد في بداياته يوم راح من الناجز كده عشان تكون شكرا في بداياته يوم راح في بداياته للجامعة يدخل يعمل يسوي دكتوراه واجهه موقف أنا ما عارف بروي لحضرتك موقف مع رجل الأمن قال له فرض الامن لانك ما بقي الا هذه الاشكال تدخل جامعه يعني حاجه من هذا الطريق ما اعرف اذا حضرتك عندك خبر عن الموقف ولا لا الاول تعرف عنه حاجه الموقف ده او ذكر قدامك بشكل ما او باخر لا ما ذكر لي لكن ما اقولها لك دائما رجل الامن كان محل نكد
الا بعدم الفكر. وفعلا كانوا يخرجون من الثانويه يحطونه طال عمره سنه سنتين في الدورات، تخرج طبعا عسكريه بس ما عنده الا نفذ اوامر مستقبل وبس، لكن كتحاور كاخ وعطاء وسمعوجات ما كانت موجوده، فما عندي معلومه عن هذه. بس اذا تبغاني اعطي وجهه نظري في الموقف اقدر اي لا، لان كل فرد الامن كنوع من انواع الاستهزاء الخاص بالشخص. ايوه مع هذه الاشكال وزي كذا. ايوه هي هذه حاصله كثير مو ما، فما ادري تبوني اعلق على. يا ريت يا ريت. طيب تسجلون الان؟ احنا مستنيين مثل اكشن. طيب طبعا احيانا المجتمع المدني خصوصا الاكاديمي لما يجي رجل امن كانه استكثار او استهزاء او استنقاص، لانه كانت العقليه او الفكر عن رجل الامن انه دائم. لكن في الاونه الاخيره في توجه الدوله الله يحفظها كان الاهتمام بالجانب الاكاديمي اكثر. فاحيانا يجيك في بعض الناس عقليته او على بناء على ما عنده من فكر انه العسكري لا محروم عليه انه يكون يرتقي او خلافه. فهذه كانت الفكره السائده وللاسف الان اختفت. سابقا للاسف انا اقول لك للاسف كانت الفكره موجوده سابقا، ولكن الان الحمد لله اختفت تماما وصار الجانب الاكاديمي يغلب على الجانب الانضباطي. طيب انا اخذته من زاويه ثانيه معلش. شوف كانت معوق من المعوقات، واحده من التحديات، لانه هو كان في ذاك الوقت العقليه المحيطه او خلينا نقول الثقافه المجتمعيه كانت تنظر له نظره معينه، لكن هو خلينا نسميها كده كان قد التحدي لين وصل لما وصل اليه. طبعا عندنا في المجال العسكري لما يجي عسكري يبغى يدرس وخلافه يعني انا ما اقول لك بعض او قليل من القيادات يكون عنده نظره انه استنقاص او انه هذا العسكري مجرد بس يبغى له عذر علشان يهرب من العمل او، لكن التحدي اذا في رجل تحدي والاصرار، طبعا الاصرار تنعكس على اشياء قواعد سابقه اللي هي الانضباط. فاحمد كاسر هذه القاعده، انا منضبط، انا انسان ما عندي ملاحظه عشان اخرب او اتهرب او اخرب عذر على اني ابى اسوي كذا او كذا، لا. طبعا معايير الاداء تعطيك مؤشر ان الانسان هذا اقوى وفكره ابعد وطموحه اكبر. ما اقول لك هذا الجانب موجود، بعض القيادات لما يدخل عليه عسكري من افراده او يطلب منه انه يكمل دراسته او خلافه يجد انه يعني من الصعوبه، نادرا انه بعض القيادات توافق الا في الاونه الاخيره اختلف الموضوع والمعيار تماما. عظيم جدا. انت في شيء ثاني تبغى تضيفه؟ طيب انا بس عايزك تقعد، انا ناخذ كات معلش، ناخذ كات.